المرأة لا تحب زوجها وهو كذلك كما تقول، فهي تسأل: هل يلزم الشرع الزوج أن يصرف عليها وعلى ولديها منه بعد الطلاق ببيت مستقل أم لا؟ إذا تفارقا فعليهما أن يصطلحا فيما مثل الأولاد من نفقة من دون حاجة إلى محكمة، يصطلحا مع وليها معها النفقة المطلوبة كل شهر والحمد لله. فإن تنازع ترجع المحكمة، هذه محكمة أنت عند التنازع ترجع المحكمة تنظر وتقدر النفقة اللازمة، لكن أولى من ذلك الصلح، أولى من المحكمة الصلح، يصطلحان على نفقة مناسبة ينفقها على أولاده إذا كان طلقها وعندها أولاد، هذا هو الأولى. فإن تنازع الجميع فالمرد ذلك المحكمة، ما يمكن غير المحكمة تنظر في هذا.